عاش من أجل شعبه وحرص على الوحدة الوطنية الفلسطينية، كافح حتى آخر يوم في حياته وتمنى الشهادة ولقيها. ياسر عرفات رمز للشعب الفلسطيني، لأحرار العالم، لكل المناضلين من أجل الحرية. لا ننسى موقفه في الجمعية العامة يوم قال: جئتكم بالغصن الأخضر في يدي وجئتكم بالبندقية فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي. ياسر عرفات كان جامعا للكل الفلسطيني، كان موحدا لكل فلسطيني، واليوم الكل الفلسطيني يعيش هذه الذكرى ويقول إن ياسر عرفات هو زعيم عالمي أكثر من فلسطين. أنا أعتقد أننا ذاهبون إلى مصالحة حقيقية، الرعاية المصرية مستمرة، واجتماع 21 هو جزء من اتفاق القاهرة. نتمنى أن يعمل الجميع من أجل إنجاح هذا الاجتماع ويحقق الوحدة الوطنية الفلسطينية.